في عندكم أولوية هي موضوع الحفاظ على الطائف، عددت حضرتك أنه يمكن المسيحيين خارج هذا النطاق، ولكن في صوت مسيحي البعض يقول طلع وأعلن موقفه بموضوع الطائف والحفاظ على الطائف اللي هو سليمان فرنجي وهو مرشح أيضا. اليوم هل السعودية قادرة يكون في تواصل معين بينه وبين الوزير السابق سليمان فرنجي، لأنه كمان هي الشخصية غير مستفزة لباقي المكونات الخصمة لها؟ شوفي، خلينا نحدد بكل دقة الموقف السعودي من موضوع رئاسة الجمهورية. طبعا اليوم في لجنة سعودية أمريكية فرنسية تتابع الوضع في لبنان، وفي أيضا موضوع الصندوق الفرنسي السعودي حنحكي عنه بعد قليل. رفضت السعودية الدخول بأي أسماء ترتبط بموقع رئاسة الجمهورية. لا حدا يعطيني أسماء قول إيه أو لا، ولا أنا بدي أطرح أسماء تقولوا أنتوا إيه أو لا. فلنضع المواصفات المضبوطة، ولكن مش على قاعدة مواصفات مثل عم تنحط بلبنان وكأنهم بدون رئيس دليفري طويل وقصير ومربع. لا، اجت قالت لك أولا أحتاج إلى رئيس سيادي. مطاط سيادي يعني تكون أجنته لبنانية مش أجنته خارج البلد. بس في عندك ناس أجندتها إيرانية مثل ما بتقولوا، في عندك ناس أجندتها أمريكانية سعودية إيرانية بالكامل. طيب يعني لا، ما في حدا عنده أجندة. اليوم العلاقة مع السعودية هي علاقة مبنية حتى ضمن الحديث. لبنان بالنسبة للسعودية هو جزء من رؤية الأمير محمد بن سلمان، هي رؤية 2030. على أن تكون المملكة هي البوصلة والحضن العربي اللي ممكن يدخل بكثير من القطاعات للوقوف إلى جانب لبنان. حأرجع لك لرئيس الجمهورية لكمل لك هذا السياق. تريد سيادي باعتدال والتوافق. شوفي اللغة واضحة. ما بدها رئيس تحدي ولا رئيس مواجهة ولا رئيس يروح يعمل حرب، ولكن على الأقل رئيس عنده قراره، مش رئيس مين مسيطر على قراره وعم يدفع فواتير لحزب الله ويروح على الأمم المتحدة ويقول لهم كل شوي مقاومة ويرفض إدانة استهداف منشآت أرامكو. ما كان واضحة المملكة العربية السعودية لما الرئيس عون صار رئيس الجمهورية وزارة، كان في وعود للمملكة وتحديدا للوزير عادل جبير بأنه الحكومة لن تتحول إلى منصة لاستهداف المملكة، ولبنان لن يتحول إلى منصة لاستهداف الأمن القومي المملكي. أكبر نسبة صواريخ باليستية في هذه المعارك اللي عم تصير استهدفت المملكة العربية السعودية، ومن كان عم بيخطط لهالموضوع هو حزب الله. طب شو استفدنا؟ نحن ما عم نجي نقول أنه حزب الله نفتح معه هالمعركة ونجي نعمل حرب، لا، عم نجي نقول ياها رئيس الجمهورية، أنت بما أنك حكم وأنت بما أنك يجب أن تكون على تواصل مع الجميع، أيضا السعودية تترك أنه هناك في مكون أساسي في البلد لابد من التواصل معه، ولكن بدك تتواصل معه لمصلحة لبنان، مش تتواصل معه لمصلحته ومصلحة أجنته الإيرانية. ما حدا عم بيقول التواصل لأجل المصلحة السعودية، مصلحة لبنان تقتضي أن تكون العلاقة مع السعودية ممتازة. هذا أول جزء. الجزء الثاني، استطاعت السعودية بوضع بلوكات على طرح أسماء عليها أن تحمي لبنان من بعض الأسماء اللي هي أنا برأيي ماريونات عند الخارج. مثل من دون ما أذكر أسماء، ولكن استطاعت أن تحمي لبنان من الأسماء اللي سمعناها بالفترة الأخيرة بوسائل الإعلام اللي هي ضعيفة، اللي هي جاية على قاعدة شو بتعطيني وشو بعطيك. إذا ما حدا يفوت مع المملكة بموضوع طرح اسم، بدنا رئيس جمهورية حقيقي وفق الدستور بيختاروه اللبنانيين وفق العملية الديمقراطية، بس بنفس الوقت ما بدنا إياه يكون منصة إضافية يحول رئيس الجمهورية إلى استهداف الرياض. ماشي. الأمر الآخر، تعمل السعودية على مرحلة تانية إلى جانب لبنان ترتبط بأمران. الأمر الأول هو الصندوق الفرنسي السعودي. فينا نوقف شوي هون، لأن بدي فوت كمان معك بشوية التفاصيل اللي هي ربط رئاسة الجمهورية برئاسة الحكومة، لأن الجو اللي نقل وحضرتك كتبت يعني عن جو سعودي معين أنه التناغم ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهون هيدي شغلة كتير أساسية
تم التعليق عليها، يعني مثل كأنه فتح باب لتسوية مع أنه نحن بهمنا رئاسة الحكومة، خلينا على نتفاهم على المرحلة كلها من رئاسة الجمهورية وصولا إلى رئاسة الحكومة. طب مين الشخصية اللي تطمح لها السعودية لرئاسة الحكومة المقبلة لحتى نفهم مين ممكن الرئيس اللي مواصفات ما في اسم، ولكن بعد التجربة خلال 6 سنين أيقنت أيضا السعودية أنه ما ممكن يجي رئيس حكومة وعنده حائد على اتفاق الطائف، عفوا رئيس جمهورية وعنده حائد على اتفاق الطائف، ممكن يجي رئيس جمهورية وعنده حائد على رئيس الحكومة، بده يجي رئيس جمهورية يتماهى بالعمل مع رئيس الحكومة، يشكلوا اثنيناتهم خط مع رئيس مجلس النواب حكما تعاون السلطات، يعني هيدا الحد الأدنى من إنقاذ البلد، لأنه البلد ما بيحتمل أنه رئاسة تفتح على رئاسة تانية مثل ما عملوا باستهداف للرئيس سعد الحريري، وصلوا إلى حد يبعتوله دراج ولا عيب. طب بس هون هيدا باب أساسي بيبين مدى اهتمام المملكة بموقع رئاسة الحكومة طبعا. وبالتالي بيروح دغري تفكيرك، لأنه رئاسة الحكومة في إلى رأي جدا وازن المملكة بتسمية من سيكون الرئيس المقبل. هون السؤال المقابل دغري بيواجهوكم فيه، إنه طب إذا المملكة عندها رأي بموضوع رئيس الحكومة وكان قريب من 14 أذار، كيف لكم حق ترفضوا إنه يكون رئيس الجمهورية قريب من 8 أذار؟ مش عم بتقول إنه يكون هالقد 8 أذار، ولكن إنه 8 أذار متماهي مع باقي الأطراف السياسية. أنا ما بدي أحكي كلام طوباوي، ولكن صدقا السعودية ما بتجي على قاعدة برجع بقول لك الأسماء إنه أنا بدي هذا الشخص أو بدي شيل هذا الشخص، وحتى كل من ينقل عن المملكة أو عن لسان المملكة أو يدعي أنه هو يمثل موقف المملكة وبيقول أنه أي رئيس حكومة بده يكون عنده جواز عبور السعودية، مش هيك الطريقة. السعودية ما بتفرض شخص رئيس حكومة بهذا ولا تتدخل بالشأن اللبناني، ولكن التجربة تعطيك هوية رئيس الحكومة. التجربة اللي مرقت فيها هي بتعطيك نوع الأشخاص اللي لازم يكونوا برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. أنا برأيي من المبكر الحديث عن رئيس الحكومة أو هوية رئيس الحكومة أو شخصية رئيس الحكومة، ولكن بقول لك من أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان الرئيس الشهيد حريص على أفضل علاقة مع رئيس الجمهورية، والرئيس سعد الحريري كان يضحي بهذا الموضوع ليقول ضلني حاول على أفضل علاقة مع رئيس الجمهورية حتى لو كان ميشيل عون وحتى لو صهره جبران باسيل.